هاي. كوبرز هيل تشيز رولينج هو حدث سنوي يقام بعطلة الربيع على تلة كوبر بمدينة إنجليزية، وهو مناسبة تقليدية شعبية كان يشارك فيها مواطنين من قرية بروكورث المحلية. صار اليوم حدث عالمي بيشارك فيه الناس من مختلف أنحاء العالم ليتباروا بمسابقة كرة الجبن المتدحرجة. هالرياضة هي عبارة عن كرة من جبنة الجلاوستر بيتم رميها من أعالي التلة، فبيبدأ المتنافسين بالركض من فوق لتحت لالتقاطها، وأول شخص بيحصل على الجبنة وبيوصل لأسفل التلة بيكون الفايز. مسابقة منها أبداً سهلة، فسرعة المتنافسين خلال الركض توصل لأكثر من 110 كيلومتر بالساعة وممكن تسبب سقوط وإصابات. مين قال إنه الجبنة الكروية المستخدمة بالسباق تترخص من قبل وزارة الغذاء البريطانية؟ أنا قال. بشوفكم بكره.